لا بري ماتينال 46 دقيقة أنتم تسمعوا في البري ماتينال على إكسبريس أف أم وتوقيع الأحداث المنتظرة. Les événements à venir. اليوم في المركز الثقافي بمجرين الدورة الثانية لتظاهرة نسمات مجرين الرمضانية تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس لتستمر حتى 19 أفريل. في دار الثقافة بالمروج وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالولاية تظاهرة ليالي رمضان لتستمر حتى نهار 18 أفريل. يوم زيدا ما ننساوش أهم أحداث اللي هو يخص مجلس نواب الشعب والعمل البرلماني وهي الجلسة العامة اللي باش تنظر في مشروع النظام الداخلي. نفكروا المشروع هذا جاء ببرشا نقاط جديدة منها ما عبروا عنه النواب بمدونة السلوك أخلاقية العمل البرلماني كيف منع السياحة الحزبية زيدا تحديد الحالات اللي يتم فيها رفع الحصانة على النائب في صورة مثلا ثبت الثلب والشتم وغيرها من النقاط الجديدة اللي جاء بها النظام هذا اللي باش يعرض كما قلت اليوم على المصادقة في الجلسة العامة. احنا بطبيعة باش نرجع بمختلف الأخبار وجديد الجلسة هذه في كل البرامج وفي كل مواجهنا الإخبارية. كل أخبارنا تلقوها على سيت ويب غاديو إكسبريس أفام. انتم تسمعوا فينا 103.6 وتتفرجوا فينا عشان يوتيوب X.